يهاجم الفريسة بدقة وقوة لا تصدق، وعنده بصر شديد. يستطيع هذا الطائر الجارح المهيب أن يكتشف فرائسه من مسافة تصل إلى 3 أميال. مخالب حادة مع قبضة قوية. النسور هي رمز للحرية، نبض السماء كما يقال عليها. بيرجع ده إلى عدم وجود حدود لمدى الطيران، علشان كده بتهاجم حيوانات يبلغ حجمها أضعاف حجم النسور نفسها. في الحلقة دي هنعرض عليكم مجموعة من الهجمات الرائعة التي تبين قوة هذا الطائر الجارح، النسور وهي تصطاد فرائسها. لنبدأ. نبتدي الأول بالعيلة الغلبانة دي، الخنازير البرية. العيلة دي كانت مشغولة بالأكل، ولما انقض النسر عليهم جريوا بدل ما يقتلوا أو يحاولوا يدافعوا عن نفسهم. طبعا الخنزير الصغير ما عندوش السرعة الكافية علشان يقدر يجري، عشان كده النسر انقض عليه وتم تثبيته على الأرض وسحبه بقدم واحد زي ما احنا شايفين. طبعا المنظر ده بيؤذي المشاعر، ولكن هذه هي طبيعة الحياة البرية. النسر هو الملك بين الطيور الجارحة. الطائر ده بيستخدم رؤيته الحادة ومواهبه الشديدة جدا لتحديد موقع الفريسة، وبينقض عليها ويلتقطها بأقصى سرعة. شوف المقطع الرائع اللي قدامنا ده، النسر بينقض بسرعة كبيرة جدا، ولكن الأرنب بيحاول الهرب، لكن النسر دائما هو الأسرع. كان يعني النسر سريع جدا وماهر للغاية، لأن النسر أو النسور بشكل عام بتحب اصطياد الأرانب البرية، لكن الأرنب حاول بس فشل. المشهد ده من مشاهد الطبيعة القاسية جدا. هنا الأم أو التمساح الأم بيغطي البيض عشان يفضل دافي وآمن، وبعد كده خرجت التماسيح الصغيرة. أهلا وسهلا. بمجرد خروجها أو بعد فترة من خروجها، النسر التقط أحد هذه التماسيح قبل ما يتمكنوا من الوصول إلى المية. الأم حاولت، ولكن النسر لا يرحم. مفيش حد يقدر على الجدع ده يخلصها منه ولا ايه بالظبط؟ هو اي معركة داخل فيها يخلص فيها؟ النسر يعيش في الغابات المطيرة الاستوائية، ومع طول المخالب التي تتعدى 15 سنتيمتر يمكن بسهولة انه يخنق اي فريسة، عشان كده من السهل عليه انه يصطاد القرود. وزي ما احنا شايفين استطاع ان هو يصطاد قرد صغير، ويروح للصغار المنتظرين الغذاء بفارغ الصبر. ننتقل بقى للذئاب. انا مش عارف طبعا الذئب ده ماشي ازاي لوحده. من المعروف ان الذئاب بتمشي في مجموعات، القوه بتاعتها في انها مجموعه. طبعا النسر هنا انقض ومخالبه ممدوده وجاهزه للضرب، امسك بالذئب بمهاره شديده وغرس المخالب في جسده. الماعز الجبلي يعيش في الجبال العالية. بهذه الطريقة هو نقدر نقول انه بيحمي نفسه من كتير من الحيوانات المفترسة، لكن النسر طبعا لا. النسر اللي قدامنا بيهاجم الماعز، طبعا كله بيجري لإحساسه بالخطر، لكن هو بيكون محدد هدفه بالظبط ايه من فوق، وبيروح للفريسة. وزي ما احنا شايفين مخالبه ومزق رقبة الفريسة وخد الماعز ومشي. النسر هنا بيهاجم الثعلب. النسر بيقوم بضربة قوية جدا بمخالبه الحادة، بتضرب ظهر الثعلب، وقبضته القوية ومخالبه الشديدة رفع النسر الثعلب في الهواء، لكن الثعلب قاوم وخاض صراع شديد جدا مع النسر وتمكن من ان هو يتحرر من قبضة النسر.
حتى الغزلان ما سابهاش بالرغم ان هي اكبر حجما منه بكتير. هجوم جوي واسع على الغزالة وفي النهاية بيقدر ان هو يمسكها وينتصر عليها. ممكن نقول المنظر اللي احنا شايفينه ده تذكير بالطبيعة الوحشية للحياة البرية والصراع المستمر من اجل البقاء. هذا الحيوان المفترس سقط هو ايضا، يطلق عليه اسم سحلية الشاشة، وقضى عليه القاتل بسرعة شديدة لان السحلية استسلمت بعد قتال دام لعدة ساعات. وهنا السحلية تمكنت من حمل النسر، لكن النسر اللي يعني الموضوع ده ما ينفعش مش هيعمل حاجة، استنزفت طاقتها في القتال وفي الاخر استسلمت، وزي ما احنا شايفين هو بيقوم بالواجب. حتى المهارة موجودة كمان في اصطياد الثعابين من البحر. بصراحة أنا مش شايف أي حاجة تقدر على النسر، حتى سمك القرش اللي موجودة في المياه الطحلة دي هياخدها ويمشي. نقدر نقول عليه الكائن الذي لا يهزم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو، ولا تنسوا عمل الاشتراك في القناة. ياريت يعني نعمل اشتراك، اللي يتفرج ويوصل للمرحلة دي يبقى كتر خيره أن يعمل اشتراك في القناة. ولأن ألقاكم في الفيديو القادم لكم تحياتي.